إلى شأن اقتصادي الآن، حيث تسعى الجزائر لتنمية صادراتها خارج إطار المحروقات. وفي هذا السياق تم تنصيب اللجنة الوطنية لعلامتي الجودة التي تهدف لترقية المنتجات الفلاحية وفق المعايير العالمية، تمهيدا لتوجيهها نحو الأسواق الخارجية. أحمد رشدي يفصل أكثر. تنويع الصادرات رهان كبير تسعى الجزائر لكسبه والتخلص من سلبيات الاقتصاد الريعي. وفي هذا السياق تأتي اللجنة الوطنية لعلامة الجودة التي تم تنصيبها بوزارة الفلاحة كخطوة نحو ترقية المنتوج المحلي. Ce comité aura pour rôle essentiel d'examiner les demandes de reconnaissance. Quand on parle d'une demande de labellisation, quand on veut donner soit une indication géographique, une appellation d'origine ou même une agriculture biologique, il faudrait bien que ce producteur ou cette association sache où s'adresser. Il faudrait qu'il y ait un organe, une entité qui traite le dossier. Il faudrait qu'il y ait aussi une protection quand on donne la reconnaissance. دقلة نور، تين بن معوش، خرفان ولاد جلال، منتوجات ذات شهرة عالمية اختارتها وزارة الفلاحة كنموذج للمنتوجات الفلاحية التي تتكفل اللجنة بتحديد معايير لها من أجل توجيهها للأسواق العالمية. كانت تمر تاع دقلة نور، جماعة الوادريغ وجماعة الزيبان وجماعة طولقا، كاين أيضا الاخر لافيك تاع بن معوش لان هي معروفه عندها تاريخ الى اخره وموجوده في السوق، وكاين ايضا منتوجات اخرى ولا جلال اللي بدا العمل فيها وسنوسع تدريجيا. وماذا بينا لو مارشي ثاني انترناسيونال ولا لو مارشي دو بروكسيميتي، الاسواق هذه اللي راه دايره بينا كما اسواق اوروبيه اكسترا اكسترا، ماذا بهم ثاني يستهلكوا لافيكساج. وعلى بالك بلي باش يكون في العلم تاعك، بلي باش يكون في العلم تاعكم لافيكساج إلي بارمي لي ميور فروي أو موند. هي إذن إمكانية كبيرة يسخر بها القطاع الفلاحي، وتسعى اللجنة الوطنية لعلامة الجودة لترقيتها وتحديد جملة من المعايير التي تسمح بتوجيهها للتصدير. فهل سينجح الرهان وتكون خطوة للتخلص من التبعية للمحروقات؟